غمس الورد قدميه في خاصرة النهر متشبثا بظلال الجمال، ينحني عله يغرف من صفحته سلة حروف تزين جبين النهر وتصب في بحر السحر شلالات العبق الدافق، تحمل همسا وبوحا وربما ألما يسطر حكاية الإنسان أو الإنسانية. ربما من وهج الحياة نصنع إبداعا، وربما الإبداع يكون معادلا موضوعيا للحياة. أهلا بكم. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مبدعون، والذي اعتدنا أن نحمل إليكم فيه سلة ورد لإبداع مبدع من مؤسستنا التربوية. فكيف إذا كان هذا الإبداع يصب في حيز لغتنا الأم، في بحث قيل أنه ورقة عمل قيمة في نظريات التربية والتعليم. نحن اليوم مع مدرسة اللغة العربية في ثانوية الباسل للمتفوقين في حلب، المدرسة والباحثة الدكتورة ريم محمد غسان حريري. أهلا بكم وبها. أهلا وسهلا دكتور، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. اعتدنا أن نقدم للسادة المشاهدين في برنامج مبدعون إبداع، يعني في جوانب الإبداع المختلفة. واليوم اخترنا أن نقف على محطة البحث العلمي لمدرسة مبدعة. يعني التدريس أو التعليم بحد ذاته عملية إبداعية، متفقون جميعا على هذا الأمر. تمام. ولكن يضاف إلى ذلك عندما يتخصص المدرس ويضيف إلى يعني عمله التعليمي وإلى مهنته، إلى عمله المهني، ورقة بحث تكون مبحثا في مجال يعني الماجستير أو الدكتوراه في تحصيله الدراسي، تكون هذه الورقة أو هذه المادة مادة إبداعية تضفي على مسيرته الجلال والجمال، وتعطيه مساحات واسعة أيضا للانطلاق في فضاء العلم والمعرفة. تمام. فأهلا بك من جديد. شكرا جزيلا. ريم محمد غسان حريري تنقلت بين ضفتي التربية واللغة رغم عدم الانفصال الجوهري بينهما، لكن ما الدافع لتلك النقلة؟ يعني كنت درست بداية معلم صف، كلية التربية، كلية التربية، نعم، معلم معلم صف. وثم ذهبت إلى اختصاص آخر واللغة العربية، أيضا حصلت على إجازة ثم تابعت الدراسات العليا فيها، والمهنة واحدة، يعني المهنة هي مهنة تعليمية في كلا الاختصاصين. تمام. لكن هذا الانتقال، يعني ما سبب هذا الانتقال وهذه الرغبة بهذه النقلة بين يعني ضفتي الإبداع أو ضفتي العمل المهني؟ ربما كان أكثر من دافع. أتذكر عندما كنت طالبة في كلية التربية، عندما نقوم بالاستاجات اللغة العربية، كنت دوما أتلقى الإطراءات والتشجيع من المشرفين والدكاترة الأفاضل. دوما يقولون: ريم، تابعي في اللغة العربية، دروسك في اللغة العربية مبدعة جميلة، قادرة على توظيف اللغة، قادرة على حث الطالب على تعلم اللغة العربية الفصيحة، على النطق بها، على توظيفها أثناء الحصة الدرسية. أيضا كان لدي شغف كبير باللغة العربية كونها لغتي الأم. ربما أيضا ورثت حب اللغة العربية عن أبي، عن أكثر من فرد في عائلتي مختص في اللغة العربية. فبعد تخرجي مباشرة وتعييني كمعلمة في وزارة التربية في العام نفسه، أعطت البكالوريا بفرعها الأدبي، وطبعا أعدتها، وكان هدفي دخول اللغة العربية، أعدتها كرمة للغة العربية وكرامة وحبا فيها، وهذا ما كان. أيضا انتقالي للغة العربية، وفيما بعد أصبحت مدرسة للغة العربية مختصة في تدريس اللغة العربية، هذا كلل قدراتي وساعدني في تطوير إمكاناتي، تطوير على الصعيد الأكاديمي والمهني، طورت أدواتي، طورت شخصيتي، صقل شخصيتي التربوية والمهنية. تمام. يعني في الحقيقة هذا يصب في سؤالي الثاني، هل وجدت ريم محمد غسان حريري أن العمل التربوي يكلل بإتقان اللغة، أم أنك ذهبت إلى اللغة كي تكون منطلقا جديدا في آفاق التربية
منفصلا عن مهامك الاولى. انا الجزئيه الاولى انا مؤمن بها يعني تمام الايمان، يعني انطلاقا من كوني موجه اول لماده اللغه العربيه، انا مؤمن تماما ان اي عمل تعليمي تربوي وربما غير ذلك، لكن نحن نريد ان نظهر يعني التحيز المطلق للغه وهذا حقنا للغتنا الام، لابد ان يكلل هذا العمل بالنجاح. ونحن نوصي دائما في كل الدورات التعليميه التي تتبع ان تكون يكون حديث باللغه العربيه الفصيحه قدر الامكان، اللغه البسيطه، اللغه الميسره. نعم. تماما. حتى على صعيد التعليم والتعلم نقول دائما لجميع الاختصاصات وليس فقط في حصه اللغه العربيه، تماما يكون الحرص على تماما النطق باللغه العربيه الفصيحه الميسره البسيطه قدر المستطاع لجميع مدرسي ومعلمي. تمام، ليس فقط في اللغه العربيه. تماما. انا أؤيدك فيما ذهبت اليه دكتور، لا يمكن ان نفصل بين العمل التعليمي في المراحل الدنيا وفي مرحله الحلقه الاولى وفي الحلقه الثانيه وحتى في الثانوي، هي سلسله متتابعه لا يمكن الفصل بينهما. وكما اشرت دكتور، ليس فقط مدرس اللغة العربية هو المكلف بالنطق في الفصيحة أثناء وقوفه أمام الطلاب وأمام السبورة في الحصة الدرسية. وطبعا نحن هنا لا نقول اللغة الفصيحة الثقيلة، بالعكس تماما، هي اللغة الفصيحة السهلة المستساغة التي يمكن من خلالها أن أطور مهارات الطالب في اكتساب اللغة، في تكوين المخزون اللغوي عند هذا الطالب، في إكسابه مهارة توظيف هذه اللغة ليس فقط في حصة اللغة العربية، ليس فقط في الشرح، ليس فقط في كتابة موضوع التعبير، بل أيضا في التعبير عن كل ما يود التعبير عنه، كأن يشرح مثلا أجزاء مجسم في مادة العلوم، أن يشرح مصور في مادة الجغرافيا وهكذا. إذا انتقال اللغة العربية هو كان مكللا لعملي في المرحلة الأولى. هل فتح لك آفاق أخرى؟ يعني أنت انتقلت بين ضفتين لكن هما على ذات النهر، نهر التعليم تماما والتربية، لكن يعني بين كنت معلمة في مرحلة ما لها خصوصيتها العمرية وخصوصيتها يعني طبيعة المواد، طبيعة التعامل مع الأطفال، ومن ثم دخلت في مجال الاختصاص عندما نتعامل مع الناشئة في سن محددة وفق مصفوفة تعليمية محددة، يختلف التعامل، يعني يختلف التوجه، تختلف الأدوات، ويختلف ايضا يعني المنهج. تماما. فيعني كيف، اين ريم حريري الان بين الاثنين؟ صراحه دكتور، هنا يجب ان اعترف ان التعامل مع الاطفال في المرحله الدنيا ممتع للغايه ومتعب جدا، ولكن يعلم المعلم يكتسب الصبر والتاني والهدوء. انت تتعامل مع طفل لا يفقه شيء، وخاصه اثناء خدمتي في منطقه الريف أمضيت أيام جميلة جدا مع أبناء الريف في القرية التي كنت أدرس فيها في أول تعييني، هي قرية قريبة من مدينة حلب. التعامل مع الأطفال الصغار ممتع للغاية، وخاصة عندما يبدون استجابة، واستجابة مكتسية ببراءتهم وطفولتهم وعفويتهم. طبعا في الانتقال إلى المرحلة الأعلى كما تفضل دكتور، هناك وسائل جديدة، طرق جديدة، يجب أن تتلائم مع طبيعة هذا الطفل أو هذا الفتى، لن أقول مراهق، أنا ضد هذه الكلمة، هذا الفتى المقبل على الحياة. أراعي تبدلاته الفيزيولوجية السيكولوجية، أراعي شخصيته، هو ينتقل من الطفولة إلى مرحلة أعلى، طبعا ستختلف طريقة تعاملي معه، ربما أخذه صديقا، ربما أكون له أم وصديقة وأخت، وهذا نهجي في مسيرتي التعليمية التي تجاوزت 20 عام، استطعت أن أكون أما وصديقة وأخت لطلابي، سواء عندما كنت معلمة في الحلقة الأولى أو فيما بعد التعديل عندما تخصصت في اللغة العربية في المرحلتين الإعدادية والثانوية. تمام، أنت يعني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى ما هو أبعد من الإجازة، ويعني وصلت إلى مشارف الدكتوراه. ريم محمد غسان حريري، هل ترى أن الاستغراق في دراسة اللغة العربية كان تعويضا لحياة طفلة عاشت فترة من الزمن وإن كانت قصيرة خارج محيطها اللغوي؟ يعني طفلة وإن كانت يعني حديث السن يعني في بداياتها الأولى كانت في أوروبا، هل هذا تعويض لمرحلة ما يعبر عن شغف وتعلق باللغة، التعلق الفطري باللغة الأم؟ تماما دكتور، وضعت يدك على أمر غاية في الأهمية، أسهم في تكوين شخصيتي إذا أردت. طبعا محيط الاجتماعي وأصدقائي يعرفون أنني ولدت في ألمانيا الغربية بحكم طبيعة دراسة والدي وعمله في ألمانيا. عدت إلى ألمانيا في 6 من عمري وأنا طفلة، لا
أحسن استخدام اللغة العربية ولا أمتلكها سوى كلمات لا يمكن أن أكون منها جملة مفيدة فقط، يمكن من خلال هذه المفردات التي أمتلكها أن أعبر عن احتياجاتي الخاصة فقط. فكانت لدي مشكلة أنني لا أنطق اللغة العربية الفصيحة، وهنا كانت المهمة ملقاة على عاتق والدي. تلقيت اللغة العربية على يد مدرسة متخصصة، فأنا نطقت الفصيحة قبل العامية، وهذا ما أسهم في تعلقي باللغة العربية وحبي الكبير لها. أتذكر عندما كنت في 9 من عمري كان والدي يصطحبني إلى مكتبة متخصصة بقصص الأطفال، وهي مكتبة مشهورة في حلب، مكتبة الربيع، هي أغنى عن من أن نعرف بها. فكان دوما يأخذني إلى المكتبة ويترك لي حرية الاختيار. أتذكر أنني قرأت المجموعة الكاملة لقصص المكتبة الزرقاء، قصص المكتبة الخضراء، وكنت أطلب المزيد عندما كنت صغيرة. أتذكر أنني قرأت كتاب لألكسندر بوشكين، كنت في الصف السابع، وربما مر علي الكثير من العبارات لم أفهمها لثقلها، نحن نعلم ثقل الأدب الروسي، ولكن حبي وشغفي باللغة العربية. وعندما دخلت كلية التربية، وهنا أريد أن أنوه لقضية مهمة، أنا دخلتها عن حب وشغف ورغبة لأنني أحب هذه المهنة. دخلت إلى اللغة العربية ووجدت ضالتي، خاصة عندما كنا ننتقل من سنة إلى سنة، نتخصص في الآداب كالأدب الجاهلي، أدب صدر الإسلام الأموي، انتهاء بالأدب العصر الحديث. كنت تماما أشعر بأنني أشبع حاجة قوية عندي بامتلاك اللغة العربية بالغوص في أعماقها. بعد تخرجي وجدت أن هل من المزيد، وهذا ما دفعني إلى بداية طريق دراسات عليا بدءا من الدبلوم وانتهاء بالدكتوراه. تمام، سأعود إلى موضوع البحث الذي أرى أنه يتقاطع مع حياة يعني ريم الطفلة التي جاءت وهي لا تحسن العربية، فلعلك كنت تفكرين بهاجس كيف يمكن لمن يجد صعوبة في التعلم بأن يتعلم، لذلك وصلت إلى البحث الذي هو يعني سنركز عليه من ضمن عدة أبحاث لك، هو تعليم اللغة العربية لأطفال التوحد. لكن قبل ذلك يعني نقول الوارد الشهيد محمد غسان حريري رحمه الله، مهندسا لميكانيك رحمه الله، هو من يعني شهداء الحرب في سوريا، استشهد في بداية الأزمة تمام في 16 من آب لعام 2012 إثر شظية قطعت الشريان عنده، واستشهد مباشرة. رحمه الله. شكرا. السيدة الوالدة كانت ربة المنزل، لكن ذلك لم يمنعها من دفع وتشجيع الطفلة أيضا على قراءة القصص وكتب الأدب العربي تحديدا، وربط هذه الطفلة بالكنوز الأدبية للغتها الأم أو حتى للأدب العالمي، كما رأينا هناك قراءات لبوشكين وغيره، فهذا ربط أيضا مع يعني جذور الإبداع عربيا وعالميا. ماذا إلى ماذا إلى ما خلصت ريم حريري من كل هذه القراءات قبل أن تتوجه لتشق طريقها بإرادتها؟ يعني كانت في البداية ريم تتلقى، كانت طفلة تتلقى يرسم لها الدروب كما يشاء الأهل، ثم اتخذت طريقها بنفسها وسط هذا الزحام لتصل إلى هدف وإلى مبتغى واضح أمام عينيها. حقيقة أمي وأبي كان لهم دور كبير جدا، بالعكس هو الدور كله في توجيهي، في تعزيز انتمائي لهذا المكان الذي لم أولد به. كانت المهمة ثقيلة، يجب أن نجعل هذه الطفلة مرتبطة بهذا المكان، متجذرة فيه، وهنا كانت المهمة موزعة بين أمي وأبي. أتذكر والدي كان يصطحبني دوما إلى مناطق حلب القديمة، إلى المناطق القديمة في كل سوريا. أتذكر زرت دمشق لأول مرة، كنت في 9 من عمري، زرت الجامع الأموي، المكتبة الظاهرية، مكتب عنبر، قصر العظم. كان يحاول أن يجعلني أن أرتبط بهذا المكان، أن أشعر بالانتماء إليه. والدتي كان لها دور آخر في تعزيز الانتماء الديني عندي، وطبعا أنا هنا أريد أن أشير، أنا السبب في عودة أهلي من ألمانيا. لم تشأ والدتي أن أنشأ في مجتمع أوروبي بعيد كل البعد عن مجتمعاتي، عن مجتمعنا العربي، فأخذت على عاتقها أن تعزز انتمائي الديني والفكري والثقافي وأيضا الفني. أنا التحقت بمعهد حلب للموسيقى وأنا في 8 من عمري، كنت أصغر طفلة في المعهد، درست الموسيقى وأعزف على العود.
ألحقتني أيضا في نادي رياضي في معهد للرسم، كانت تحاول أن تجعلني أن أرتبط بهذا المكان وأتشبث به، وأعترف أن كلاهما نجح في هذه المهمة. تمام. يعني أنا يحضرني قول أظنه لقدامة بن جعفر: إذا أردت أن تصبح عالما فعليك أن تتخصص في مجال من مجالات العلوم، أما إن أردت أن تصبح أديبا فخذ من كل علم بسهم. من كل بستان زهرة. تمام. هذا التنوع وهذا يعني تنوع الاهتمامات والجوانب الإبداعية في حياة ريم محمد غسان حريري دفعها فيما بعد إلى تخصص، إلى أن كانت الرسالة الأولى والتي أخذت يعني صدى واعتبرت ورقة عمل بحثية مهمة في نظريات وفي سجلات التربويين، هي إكساب، يعني هي جعلتك تذهبين تغوصين عميقة في اللغة العربية، اكتساب اللغة العربية وتعلمها عند طفل التوحد. تماما. الرسالة التي تحولت إلى كتاب احتوت على نقاط عديدة، الكتاب ما يزال تحت الطبع طبعا، وردت في البحث يعني هناك طفل التوحد والعائلة والمجتمع، ثم بدأ الفصل الثاني كيفية الوصول أو التواصل الاجتماعي مع طفل التوحد. حدثينا عن الهدف، عن الدوافع التي ربما لمسنا جزءا منها في حديثك، ثم مجريات هذا البحث وكيف تعاملت به وكيف أثبت هذا البحث جدوى تطبيقية في الميدان العملي. طبعا هذا البحث هو البحث الذي قدمت به رسالتي في ماجستيري الأول، ماجستير التأهيل والتخصص. طبعا عندما نقول ماجستير تأهيل وتخصص، هذا يعني أن الحاصل على هذا الماجستير يجب أن يكون مؤهلا ومتخصصا وخبيرا في توصيل اللغة العربية لكل طالب لها، سواء كان هذا الطالب للغة العربية هو ناطق بالعربية أم غير ناطق، سواء كان سويا أو غير ذلك، أي لديه مشكلة نفسية أو عصبية. فأردت أن أقدم بحثا لنقل غير مطروق، ربما هي سمة في شخصيتي، أنا أحب الأشياء الصعبة، أحب أن أطرق الأبواب الموصدة. حتى أتذكر أنني عندما اخترت العنوان، دكتور المشرف حفظه الله، أستاذ الدكتور مصطفى عثمان، أستاذ دكتور في كلية الآداب في جامعة حلب، قال لي: يا ريم، هذا بحث صعب لم يتجرأ أحد على الخوض فيه. تماما. وقلت له: هذا ما أريده. طبعا أنا في بداية خيرت نفسي بين طفلين، طفل متلازم الداون وطفل التوحد. من حق هؤلاء الأطفال أن ينالوا حصتهم في هذه الحياة من الاكتساب والتعلم. وبعد قراءات مطولة وقراءة أبحاث كثيرة، كتب كثيرة، لنقل مجازا، وجدت أن طفل متلازم الداون، لنقل أنه حصل على حقه نوعا ما، حتى أن بعضهم استطاع أن يندمج في المجتمع، بعضهم استطاع أن يصل الصف التاسع والبكالوريا، حتى أننا نجد أحيانا بعضهم اندمج في المجتمع المهني على صعيد العمل، نجد أحيانا بعضهم دخل الأعمال التلفزيونية وأثبت ذاته. تمام. بعض شارك في التمثيل، بعض الأعمال الفنية. نعم. فلذلك هذا ما دفعني إلى أن أتجه إلى الجانب الآخر، وهو طفل التوحد. لن أقول أن طفل التوحد هو طفل مهمش، لا، هو يعني هناك محاولات كثيرة لدمج هذا الطفل، ولكن صعوبة التعامل مع هذا الطفل هي نابعة من صعوبة حالته. عندما نحن نجهل السبب، وبالتالي لن نستطيع أن نصل إلى العلاج. ما زال العلم حتى الآن عاجز عن تحديد سبب إصابة الطفل بالتوحد. فوجدت أن هذا الطفل هو بحاجة لمن يأخذ بيده، يمد له يد العون في اكتساب لغته الأم وتعلمها، ولو نقل بشكل مبسط أن يكون قادر على توظيفها للتعبير عن حاجاته، ربما قد ينجح في التحصيل العلمي. بعد قليل سأتحدث عن نقطة مهمة حول أطفال التوحد، حول النظرة المجتمعية لهم. ولذلك وقع اختياري على طفل التوحد. لا أنكر أن العمل كان شاقا جدا، وخاصة أن بحثي كان بحثا تطبيقيا على طفل توحد. استمرت الفترة معه عمل لمدة تقريبا 8 أشهر، بمعدل 3 جلسات في الأسبوع، بجلسات مفتوحة قد تكون لمدة ساعتين 3 ساعات. طبعا مدة الجلسة تتوقف على قدرة استجابة الطفل وتحمله. هذا ما دفعني صراحة، كوني سأحصل على ماجستير في تأهيل وتخصص، يجب أن أوظف المعلومات التي حصلت عليها، سواء في طريقة تدريس اللغة العربية وغير ذلك من المواد الكثيرة التي درستها في الدبلوم وفي ماجستير التأهيل والتخصص. فكان هذا هو الدافع لاختيار طفل التوحد، وخاصة أن نسبة الإصابة بالتوحد للأسف هي في ازدياد في مجتمعاتنا. ربما لا نملك نسبة دقيقة
وذلك يعود لأن معظم الأسر التي لديها أطفال توحد تعمد إلى التكتم عن ذلك، عدم إظهار الطفل، عدم الإعلان بوجود طفل توحد في أسرتهم، وطبعا ذلك خوفا وخشية من نظرات الشفقة أو ربما التعليقات الجارحة والقاسية أحيانا. ولكن نحن أمام حقيقة، نحن أمام طفل توحد، يجب أن نأخذ بيده، يجب أن نساعده، يجب أن نساعده على الاندماج في مجتمعه ليكون فردا نافعا. تمام، يعني هل من خلال البحث وجدت أن التوحد في غالبه أمر مكتسبا أم طبيعيا؟ يعني هل هناك عوامل وراثية حقيقة أم أن هناك سلوكات ربما غير تربوية كما نسمع اليوم، يعني عن علاقة الطفل مع الشبكة أدت إلى حدوث هذه المشكلات لدى الأطفال؟ طبعا دكتور، أنا لست طبيبة ولست متخصصة في طب الأطفال ولست مؤهلة للخوض في هذا الحديث، ولكن من خلال قراءاتي الكثيرة ومتابعتي للبرامج سواء المحلية والعربية والعالمية حول تأهيل أطفال التوحد، حتى الآن العلم لم يستطع أن يحدد هل هو اكتساب، هل هي إصابة تحدث مع الطفل أثناء عندما يكون في مرحلة جنين أم بعد الولادة، أم كما تفضلت دكتور أن بعض السلوكيات هي التي تعزز إصابة الطفل بالتوحد، هي كلها فرضيات علمية لم تثبت صحتها حتى الآن، وأنا علي أن أتقيد بها لأنني لست باحثة في هذا المجال، أنا باحثة في لغتي العربية، كيف سأساعد هذا الطفل وأخذ بيده لتعلم لغته الأم. تمام، لكن كنتائج لهذا البحث من خلال التطبيقات، ما التي توصلت إليه؟ ما الخلاصة التي خلصت إليها بعد وضع فرضيات معينة ثم تطبيق هذه الفرضيات؟ ما النتائج التي وصلت إليها بعد كل هذه الجهود لو وهذه سمحت لي الفرضيات؟ دكتور قبل أن أتحدث عن النتائج أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. قد يرى البعض أن التوحد إعاقة، ولكن حقيقة ما لمسته من خلال تعاملي مع عدة حالات وقراءاتي ومتابعتي لحالات كثيرة سواء عبر الشبكة أو في المجتمع المحلي، حقيقة أنا مؤمنة بأن طفل التوحد ليس معاق، كل طفل توحد هو مبدع، مبدع في مجال ما، وهنا تكمن مهمة الأهل أولاً، المدربين والمتخصصين ثانيا، والمجتمع ثالثا، أن نعرف أين بذرة الإبداع عند هذا الطفل. إذا كنا سنتعامل معه على أساس أنه معاق فإننا حقيقة لن نبذل الجهود الحقيقية التي يجب أن نبذلها. أنا يجب أن أتعامل معه على أساس أنه مبدع لأجد تلك البذرة الموجودة عنده وأنميها لكي تطرح خيرا في المستقبل. بالنسبة لنتائج بحثي، طبعا طلعت حضرتك على البحث وهو مذيل بالنتائج، أبدى استجابة في مهارات ومهارات، لن أقول كانت استجابة بمستوى عالي جدا لا، ولكن مجرد وجود الاستجابة هو مؤشر خير. كان عند أصبح لديه قدرة على التركيز أكثر، أصبح قادرا على أن يطلب الأشياء بصراحة أكثر. من مشكلة طفل التوحد أنه لا يطلب، لا يعبر، أصبح قادرا على التمييز بين ما يحب وما لا يحب. لن أقول يعبر عن رأيه، هو لا يمتلك ما معنى رأي أصلا، ولكن باستجابة قد تكون حركية أو سلوكية أو بنظرات عينه، أصبح قادر هذا الطفل الذي تعاملت معه أن يعبر لي عن إرادته في شيء أو عدم إرادته في شيء آخر. طبعا الطفل الذي تعاملت معه هو كان في 7 من عمره، كان طفلا قادر على النطق، وطبعا بعد تأهيل طويل في بداية عمل معه كان العمل مرهق جدا، لأن مشكلة طفل التوحد أنه لا يسمح لأي غريب باختراق عالمه، وأنا يعني أركز على كلمة اختراق. نستطيع أن نشبه طفل التوحد كالطفل الموجود أو المحتجز داخل بلورة زجاجية مغلقة، لكي نستطيع أن نصل إليه يجب أن نكسر هذه البلورة، وهو ما يساوي ويعادل التواصل الاجتماعي. المشكلة الأساسية عند طفل التوحد أنه غير قادر على التعامل الاجتماعي مع محيطه. فخلال عملي مع محمد هو الطفل، كان لابد أولا أن أنجح في التواصل الاجتماعي، وهنا كانت نقطة الانطلاق في البحث، كانت مهمة شاقة جدا صراحة، مررت بمواقف لن أقول يأست، ولكن كان علي أن أتحلى بالكثير من الصبر، وخاصة أنني لست متدربة ومتأهلة للتعامل مع أطفال التوحد، ربما كنت مدفوعة بأمومتي الفطرية، بحبي لمساعدة هؤلاء الأطفال، للأخذ بيدهم، ربما كنت مؤمنة بأن هؤلاء الأطفال، إيماني بأن هؤلاء الأطفال يجب أن يأخذوا حقهم في هذا المجتمع ولو بجزء يسير. فهذا كان دافعي الحقيقي للاستمرار، وأقول
لأن أنجح ولو بنسبة قليلة في هذا البحث. لا شك أن النجاح كان بنسبة أكبر، إن شاء الله. وإلا يعني ما وجدنا هذا الأثر وهذا يعني الصدى لهذا البحث الذي يعد كما قلت يعني ورقة بحثية يعني استطاعت أن لا نقول تخترق، وإنما أن تدخل إلى عالم هذا الطفل والذي له من اسمه يعني التوحد، من الوحدانية أكيد، يعني هو من من العزلة العزلة تماما. تمام. لكن هنا يعني هذا أمر يحيلنا إلى تذكر مهارات اللغة الأربعة، يعني الاستماع، النطق، والمحادثة تمام. والقراءة والكتابة. لذلك نعلم أن من لا يسمع، يعني أحيانا غياب النطق، لا نريد أن نتدخل في الطب، لكن يكون مرده غياب السمع، يعني أنا لم أسمع شيء كي أحاكيه. فهنا نقول هل كان لدى طفل التوحد مجرد عزوف، يعني أنا لدي القدرة ولكن لدي عزوف عن الانخراط في المجتمع، العزوف عن التعبير، هل هذا هو المبعث الحقيقي مما أدى إلى عزلته عن المجتمع وبالتالي عدم استماعه وبالتالي عدم استطاعته على النطق، أم أن المشكلة بدأت هي مشكلة يعني كما يقال عضوية، أنه لا يسمع وبالتالي هو لا يتحدث، أم أنها نفسية وبالتالي سيتحصل إلى ذات النتيجة، يعني سواء كان لديه الرغبة، يعني لديه القدرة على التعبير ولكن لديه مشكلة نفسية تدفعه من الانخراط في المجتمع، أو لديه عزوف عن الانخراط مع الآخر أو تواصل مع الآخر، هذا بحد ذاته يعني يحدث تراكمات تؤدي إلى بعده عن الحالة الاجتماعية التواصلية. فهل يعني وجدت حقيقة أن المبحث قدم أدوات تستطيع أن تعمم لتكون طريقة ووسيلة يستهدي بها ويسترشد بها التربويون لإخراج أطفال التوحد، لكسر عزلتهم وزجهم في معتركات الحياة بدءا من اللغة؟ تمام الدكتور. فقط لو سمحت لي نقطة مهمة يجب أن أشير إليها. كل طفل توحد هو حالة متفردة بذاته، لا يمكن أن نقول أن كل أطفال التوحد لديهم نفس المشكلة. تمام كل طفل منهم لديه شخصية متفردة، سلوكيات، ربما هناك طابع عام، عوامل مشتركة بين كل أطفال التوحد قد تكون سمة للتوحد، ولكن كل طفل حالة متفردة. وطبعا ترتبط، وهذا متوقف على مدى الإصابة. نحن نعلم أن التوحد ليس نوعا واحدا، يبدأ بطيف التوحد وهو حالة بسيطة جدا، تنتقل إلى الاضطراب التوحدي، اضطراب ريدز، اضطراب سبيرجر إلى آخره. فهذا متوقف على مدى نوع إصابة التوحد عند الطفل. أما فكرة أنه لا يسمع، هو يسمع لكن لا يصغي. المشكلة العصبية عنده، هو أصلا التوحد خلل عصبي وربما خلل نفسي حتى الآن. يعني نحن مشكلتنا لا نعلم ما سبب التوحد، وبالتالي لا نستطيع أن نضع تعريف ثابت. لو استعرضنا التعريفات الكثيرة للتوحد سنجد أحيانا ثمة اختلافات فيما بينها. فطفل التوحد يسمع ولكن لا يصغي، ولا يعنيه أن يصغي، لأنه أيضا لديه مشكلة، هو لا يدرك العالم من حوله ولا يهمه أن يدركه. دوما أقول لديه عالم داخلي خاص به. تماما عالم منعزل عن المحيط الذي ينتمي إليه. أنا دايما أقول طفل التوحد، نحن محكومين بقوانين طفل التوحد التي نحن لا نعلم عنها شيء ولا هو يعلم عنها شيء، لكن هو محكوم فيها ونحن محكومون أيضا. فأحيانا دور الأهل يلعب دور كبير، يعني يلعب دورا مهما جدا وجود الأهل عندما يتحلون بالثقافة، بالوعي، بالإدراك، بالنضج، بالاعتراف بأن لديهم طفل توحد. لذلك دوما أنادي بفكرة رفع مستوى الوعي عند الأهل وفي المجتمع عموما. نحن أمام حالة لا يمكن أن نغفلها، طفل التوحد. إحدى المشكلات التي واجهتني عندما كنت أبحث عن طفل التوحد هو رفض الأهل. أتذكر أحد الأشخاص، أحد الآباء، تسبب بأنني بكيت بشدة بيومها. قال لي: تريدين أن تجعلي من ابني، أنا أعتذر عن الكلمة، فئر تجارب. قال لي: أنا ابني حر فيه ولا أريد له أن يتعلم، وهذا امتحان امتحنني به الله وأنا راضي به. لا أنكر أن وجود طفل توحد في أي أسرة هو امتحان صعب جدا، ولكن امتحان ينبغي أن نواجهه.
حتى نحن كطلاب إن كنا سنهرب من الامتحان لن ننجح. فأنت لكي تساعد ابنك عليك أن تواجه هذه الحالة. وما أدراك، ربما هذا الولد هو أو هذا الطفل هو مبدع، وهذا ما سأشير إليه بعد قليل. تمام، في الحقيقة أشرت إلى جانب مهم وهو جزء في الحقيقة وفي من صميم رسالة التربوية السورية، يعني التوجه للمجتمع عموما. نحن بغض النظر عن تخصص الطفل، يعني أنا أريد أن أيضا أؤمن المحيط الذي يعيش فيه الطفل، أن أتعامل معه بسلام. لذلك ما قلت، يعني الوعي ليس الهدف هو الطفل الذي نتعامل معه طفل التوحد، وإنما المحيط به أيضا، لأن له الدور الكبير تماما في حاله. يعني كالمريض تماما، أي مريض عندما نريد أن نتعامل معه طبيا يتدخل الطبيب من خلال تشخيصه الطبي والدوائي، ولكن لابد من وجود البيئة المناسبة قد يكون تحتضن هذه تماما الحالة، يعني سواء من تعامل الآخرين أو حتى الجو العام. تماما، لابد أن يكون الجو العام مهيئا لهذه الحالة. لذلك كنا نرى أن مثلا هناك بعض الأمراض التنفسية يخصص لها مصحات في مناطق ريفية فيها طبيعة جميلة، فيها هواء نقي تماما. هذا كمثال. إذا لابد من تهيئة البنية المناسبة والبيئة المناسبة، وإن استطعنا أن نسبق ذلك نقول أيضا البيئة المجتمعية أيضا يجب أن تكون بيئة مناسبة لاحتضان فكر من شأنه أو منهج عمل من شأنه أن ينهض بهذا المتعلم أيا كان في تماما. حالاته السليمة أو تماما. في حالاته تماما. المرضية. في الحقيقة نحن يعني هنا نحتفي بريم محمد غسان الحريري، مدرسة مبدعة إلى جانب عملك في ثانوية الباسل المتفوقين في حلب. إلى جانب هذا قلنا يعني هناك أبحاث، وأردنا أن نضيء على هذا البحث تحديدا لما له من خدمة مجتمعية وأيضا اختصاصية. يعني هو من صميم عمل اللغة العربية، ولكن كيف يمكن نحن يعني نفرح كثيرا ونباهي بالأعمال التي نستطيع من خلالها أن نخاطب الآخر. عندما يقول هناك معهد لتعليم الناطقين بغير العربية أو الغير ناطقين بالعربية، يعني تماما. هناك تسميتان مختلفتان لكن النتيجة واحدة. هنا إذن يعني هذا مجال لعرض اللغة، مجال لنشر اللغة تماما. التي نعتز بها ونباهي تماما. بها. ومن ثم عندما يكون هذا المكون يعني بين ظهرانينا ولكن لديه مشكلة ما، نحن نفتخر ونعتز عندما تتعزز أدوات البحث التي يمكن أن تمكنه من التواصل مع هذه اللغة، والتي تخلق منها بدورها أيضا منه شخصا فاعلا اجتماعيا كما قلت يسهم في جميع مناحي الحياة. ورأينا يعني لم يكن يعني آخرها لن يكون آخرها على الإطلاق الدخول في المعترك الفني. تماما. عندما رأينا البعض دخل نعم. وشارك في أعمال فنية تماما. وتمثيلية. بس لو سمحت لي دكتور، عندما كنت في خضم البحث بحثت عن فكرة، طبعا هو الفصل الأخير الذي ديلت به بحثي كان بعنوان مشاهير التوحد في العالم، وهنا كانت المفاجأة الحقيقية. عندما بحثت عن مشاهير التوحد، من أشهر الأشخاص المصابين بالتوحد في العالم، فتفاجأت، وربما البعض سيتفاجأ معي، على سبيل المثال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس لديه حالة اضطراب توحد من نوع اضطراب سبيرجر، الدكتورة اليمنية مناهل ثابت طبعا تم تشخيص التوحد عندها وهي في 6 من عمرها. طبعا هذا معلن للعلن يعني. تماما تماما، هذه معلومات لا يعني موثوقة. نعم. لا لا لا، دكتورة مناهل ثابت حصلت على الدكتوراه في رياضيات الكم من إحدى الأبحاث التي قدمتها، حساب المسافات بين النجوم، ودونت في موسوعة العباقرة أذكى امرأة في العالم في عام 2013 وهي مصابة بالتوحد. على سبيل المثال، على ما أذكر أيضا طفل كان اسمه جاكوب بارينت في 14 من عمره، لاحظ المدرب الذي يعمل معه أنه مبدع في الفيزياء، فعمل معه وكونوا فريق عمل معه، وهو الآن مرشح للحصول على جائزة نوبل في الفيزياء الفلكية، وأسماء كثر. على سبيل المثال أيضا شخص بريطاني كان اسمه لورانس كيمبك، هذا الشخص كان لديه قدرة إعجازية، يستطيع أن يقرأ صفحتين في آن معا، كل عين في صفحة وبسرعة شديدة. هذا ما يدفعنا إلى التشبث بقضية أن نساعد أطفال التوحد، هم فعليا مبدعون وليسوا ليسوا معاقين أبدا. وهنا لابد أن أذكر هناك دكتورة سورية، دكتورة هيفاء كيالي، وهي دكتورة مختصة في الكيمياء، كان لدى ابنتها إصابة بالتوحد،
من خلال اتباع اخضاع الطفلة لبرامج التأهيل استطاعت ان تشفى من التوحد تماما. هي بذرة امل، هذه النتائج هي بذرة امل لنا ولذوي التوحد لكي نتمسك بالقضية، لكي نعمل وان كان عملا شاقا ومتعبا ومكلفا حتى على الجانب المادي. من الجانب المادي هو مكلف ايضا للاهل، ولكن لابد من بذرة امل تدفعنا الى التشبث بمثل هذه الأبحاث. قد ينتقدني البعض، طفل توحد ماله في اللغة العربية، هل سيصبح متخصص باللغة العربية؟ لا نعلم، ربما لديه بذرة إبداع في الموسيقى، في العزف، في الرسم. أيضا على سيرة الرسم، أيضا من الأشخاص المصابين بالتوحد شخص بريطاني اسمه ستيفن ليتشر على ما أعتقد، ما عدت أذكر الاسم. هو كان رساما، فأخذه شخص متخصص في بهذا الفن بجولة في طائرة حومت فوق مدينة نيويورك، فرأى المنظر من الأعلى، وعندما عادوا به رسم مدينة نيويورك خلال من 20 الفضاء، دقيقة تماما. هذه النظرة التي التقطها صورة من مختزنة الفضاء في تماما ذاكرته. برسم دقيق للغاية. هذه القدرات، هذه النتائج، هذه الحالات تثبت أن طفل التوحد ليس معاقا، وإنما لنقل أنه مبدع، فقط نحن نريد أن نبحث عن بذرة الإبداع عنده. تمام، ونحن يعني رسالة برنامج المبدعون أن نعرض إبداع يعني الزملاء في الميدان التربوي، ولكن لا بأس يعني نحن لا نعلم يعني الكلمة، نأخذ النصيحة أو الكلمة الطيبة التي هي بمثابة ذرة، فأينما حملتها الريح وألقت بها لابد أن تنمو تماما، مع وأن تبنياتها، تطرح أنتجت الخير إن شاء التربة الله. الصالحة التي تنمو وتزهر فيها. ريم محمد غسان حريري شاعرة لا ترى نفسها شاعرة، لكن القصيدة عن والدها الشهيد محمد غسان حريري ربما تثبت عكس ذلك، هل نستمع؟ طبعا أنا ما زلت مصرة على أنني لست شاعرة. ربما أنا قارئة نهمة للشعر العربي بنوعيه، ولكن لا، ربما في المستقبل، أما الآن لا. طبعا القصيدة إن سمحت لي دكتور هي قصيدة كتبتها في الذكرى الخامسة لرحيل والدي. ذكرت سابقا والدي استشهد في بداية الأحداث. طبعا كان رحيله فاجعة الفاجعات بالنسبة لي، فأنا في كل عام أو ربما بالتناوب أكتب قصائد رثاء، ولكن هذه القصيدة لها أثر كبير في نفسي لأنها تصف يوم رحيله. حقيقة كنا الساعة 10 صباحا نتحدث عن الوضع العام، بداية الأحداث في حلب. كان متألما جدا، ولكن نطق بكلمات أرعبتني، أرعبتني تماما. فهذا الحديث كان في 10 صباحا، في 1 استشهد. فالقصيدة كانت أحبها ولها وقع خاص في نفسي وأثر كبير لأنها تصف يوم رحيله. يوم رحيل أبي، رفعت أقلام القدر وجفت صحف القضاء، ونفد مداد الأمل وظمأت الشفاه، غيض دمع المقل واستحالت أسباب السماء مع نفاد آخر قطرة دم من جرحك أبي. أرعبتني كلماتك اليائسة عن الأهل والوطن في ذاك الصباح العاتم، أخبرتني عيناك المنهكة من الألم والأسى أن الفراق في الحرب أمر حاتم، وغرقت أنا بصمتك وألف خاطر وألف فكرة تتهافت تتصارع تتزاحم تتسارع في روحي وتتلاشى، ليكون الموت وحده حقيقة لا فكرة، ليكون ناراً أطفأتها أنت ببرد روحك أبي. ترى قلبك الحائر كان دليلك، أم حدسك أودى بك لسبيل الوداع، أم ملك الموت أدلى لك بسره فانتفضت لا قوى لك على الحياة غير آبه بها أبي. وعلى سلم الوداع 20 درجة وطأتها قدماك، عمرها 20 ثانية وعشرون نبضة متبقية من عمر قلبك الطيب، ومضيت واختفيت وبدمك ظمأ الموت رويت أبي. وتهادى لمسمعي
أن العم غسان ينزف، ينزف ولما ينزف وماذا ينزف؟ خلتك يا أبي لا تعرف أننا أجساد هجرتها أرواحها، أننا أجساد عندما تموت تنزف صدأ قيحا ورماد، تنزف أحلاما آمالا وأعياد، ولكنك يا أبي تعرف أن الموجوع لا ينزف، أن المكلوم لا ينزف، أن الشهيد لا ينزف أبي. وأنت مسج في مهب الموت، دمك يشتكي قسوة من وأدوا الوطن بغير ذنب، وأنت مسج في أحضان الصمت أصبحت شهيدا بلا صلاة بلا غسل بلا كفن، ليكون كفنك هو الوطن أبي. من قال أن اليتم مرهون بعمر أو عقد أو سنين؟ ومن يعرف كيف يكون وجع اليتم في الثلاثين؟ ولم تلام اليتيمة إذا ما نثرت على لحد أبيها بتلات الياسمين؟ فلا الخزامة ولا الزنبق ولا الجوري تليق بقبر شهيد في الستين، تليق بقلب أنهكه الحنين لوطن بلا دم أبي. وكيف تلام اليتيمة عندما تنساب كلماتها عبرات، وتنذب أفكارها الثكلى، وتهدر أحلامها على مذبح النسيان؟ ما لكم ولليتيمة؟ دعوها، دعوها ترتل تراتيل الفراق، وتتلو صورة البراءة، براءة روحها من طلاسم الهذيان. دعوها تخفض جناح الذل من الألم، تغفو عيناها في مهد اللقاء الموعود، وعلى مائدة العناق الأخير تناجيه: ربي ارحمه كما رباني صغيرا، ربي ارحمه كما يتمني كبيرا، ربي ارحم أبي. رحمه الله، السلام لروحه، لروح شهداء الوطن جميعا، أكيد من طبعا من عسكريين ومدنيين تماما. وهو يعني من أبناء حلب الذين دفعوا ضريبة هذه الحرب الجائرة الظالمة على بلدنا سوريا تماما، وخسرت البلد يعني كما خسرت الكثير من كفاءاتها، مهندسا يعني ميكانيكيا، لا شك أنه كان بارعا ومبدعا في اختصاص من شأنه شأن تخصصات الكثيرة التي تبني تمام. الوطن والتي والأوطان تباهي بأبنائها دائما، ويحق لها أيضا أن تذرف عليهم دمعة الوداع تماما. يرحلون مع أنهم لا يرحلون، هم يرحلون تماما تماما تماما. كان الله بعون قلوبنا جميعا، بقلوب السوريين جميعا. موت الأب فاجعة كبيرة جدا، وأنا أشعر دوما أن روحه محيطة بي إن شاء الله. رحمه الله من جديد. مرة أخرى هذه القصيدة سننطلق منها للغوص في جانب الإبداعي الأدبي. تحدثنا عن البحث الأول وهو تعليم اللغة العربية لأطفال التوحد. لديك مبحث آخر، تجليات الرقة في الموشحات الأندلسية، يعني ذهبنا إلى مجال دفة الأدب تمام، الأدب، والأدب يعني الذي له أثر كبير في النفوس، يعني كل من قرأ الأدب لابد أن يترك الأدب الأندلسي أثرا، بصمة كبيرة لنفسه. وأثرا تماما. ماذا عن يعني فكرة هذا البحث، عن أبوابه، عن الخلاصة التي أيضا أضافت لريم حريري المعلمة والباحثة والإنسانة والشاعرة لاحقا؟ شكرا جزيلا دكتور، إن حكمت بأنني شاعرة فهذه شهادة أعتز بها أكيد دكتور. طبعا بعدما أنهيت ماجستير التأهيل والتخصص، تابعت في مسيرة الدراسات العليا، سجلت في ماجستير الدراسات العليا قسم الأدبيات، طبعا أنهيت المواد في سنة والبحث في سنتين. أيضا هنا كانت الأبواب مفتوحة أمامي بكثرة، هنا خيارات كثيرة من نقد إلى بلاغة إلى أدب جاهلي إلى، ولكن دوما بوصلتي كانت موجهة نحو الأندلس. أيضا لوالدي سبب كبير في ذلك، لقد أورثني حبه للأندلس، وخاصة أنه زار إسبانيا عندما كان في أوروبا، زار الآثار العربية الإسلامية في إسبانيا، أورثني حبه لهذا المكان،
حتى أتذكر عندما كنت طالبة أدرس الموسيقى كنت دوما أتسلل إلى غرفة الكورال وغرفة الغناء، وحفظت المشرحات الأندلسية نصا وغناء ولحنا عندما كنت صغيرة. ضالتي وجدتها في الأدب العربي عندما في السنة الثالثة درسنا الأدب الأندلسي بشعره ونثره، والغنيمة التي غنمتها هي في الدراسات العليا عندما قررت أن يكون بحثي ورسالتي أطروحتي في الأدب الأندلسي. طبعا عندما نقول أن باحث يريد أن يختص في أدب قديم من الصعب جدا أن تجد موضوعا غير مطروق، لأن الأدب القديم أدب ولد في زمن ماضي، هو محدود، المادة محدودة بين يديك بين من شعر ونثر، لذلك كانت الخيارات صعبة، فاخترت المرشحات الأندلسية. في بداية الأمر بعض الدكاترة نصحوني: ريم، هو موضوع مطروق بكثرة، تكاد ما من جامعة في الوطن العربي إلا وطرحت قضية المرشحات الأندلسية. وبالفعل قرأت الكثير من الرسائل، ليست قراءة مطولة، عموما بالفعل وجدت أنه موضوع مطروق، ولكن هذه القراءات أفادتني بأنني وجدت ما من بحث تطرق للمرشحات الأندلسية من وجهة نظر جمالية. وهنا كان نقطة الانطلاق، أن أبحث عن الجمال في المرشحات الأندلسية. طبعا أي قارئ لنصوص المرشحات، أي مستمع لها، أي شخص يحبها ويطرب لسماعها، يمكن أن يطلق حكما سريعا: المرشحات جميلة، المرشحات عذبة، المرشحات رقيقة. لكن مهمتي كانت في البحث أن أجد منابع الجمال في المرشحات الأندلسية. وطبعا كان هناك الكثير من التداول بين الدكاترة الأفاضل، وهنا أحب أن أعرج على نقطة جميلة جدا في قسم الدراسات العليا في كلية الآداب. قد يكون بحثي مع دكتور، ولكن يمكن لأي دكتور أن يفيدك بتوجيه أو نصح، أن يقدم لك توجيها يدخلك إلى المسار ويوجهك إلى المسار الصحيح. فتذكر العنوان البدائي أو الذي بدأت به كان تجليات الجمال في المرشحات الأندلسية. فأتذكر أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور سعد الدين كليب قال لي: يا ريم، هذا العنوان يخرج منه رسائل وليس رسالة واحدة، يجب أن نتخصص في قيمة جمالية واحدة. طبعا مشرفي الرئيسي كان الأستاذ الدكتور عبد الستار سيد أحمد حفظه الله ورعاه، بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم أيضا حفظه الله، لهم مني جزيل الشكر دوما وأبدا. بالتشاور بينهما ومعهما أرست المراسي على أن نختار الرقة لسببين: أولا الرقة بوصفها قيمة جمالية منبثقة من القيم الجمالية الأساسية، وثانيا أنها قيمة جديدة غير مطروقة ليس حولها الكثير من الأبحاث. وأنا أشكر الدكتور ياسر على مساعدته الكبيرة في اختيار هذه القيمة كونها قيمة غير مطروقة، وأنا ذكرت سابقا أنني أحب أن أطرق الأبواب الموصدة دوما. فكان بحثي هو تجليات الرقة في المرشحات الأندلسية. طبعا في أثناء عملي اكتشفت الكارثة الكبيرة التي ورطت نفسي بها، أنني قلت مرشحات أندلسية، هذا يعني أنني سأقرأ الديوان كاملا، سأتوقف تقريبا عند كل مرشح لأبحث عن الرقة فيه. ربما كان من الأفضل أن أقول مثلا تجليات الرقة في المرشحات عند وشاح محدد، ولكن هذا أكسبني خبرة كبيرة، معرفة كبيرة، دفعني إلى أن أقصد الكثير من المصادر والمراجع، وطبعا هي مذكورة في البحث، تجاوزت 202 عدد المصادر والمراجع والكتب التي لجأت إليها في بحثي. طبعا البحث كان مكون من 4 فصول، الفصل الأول فصل تعريفي شامل يتضمن تعريف المرشحات نشأة وأصولا، أجزاء المرشحات، تطور المرشحات عبر العصور الأندلسية المتتالية، ولكن أضفت لهذا القسم النظري الذي اعتدنا أن يكون قسما تقليديا، أضفت إليه أمرين لفتا نظري عند وقوفي عند المرشحات. الأمر الأول هو الرحلة في المرشحات الأندلسية، وثانيا المعارضة بين الوشاحين، كانت لفتة جميلة أردت أن أقف عندها. طبعا إضافة إلى ذكر الأغراض الشعرية التي تطرقت إليها المرشحات عموما. في البحث الثاني وكان يشكل صلب البحث كان تجليات الرقة في الأغراض الشعرية في المرشحات الأندلسية، وطبعا توقفت عن 3 أغراض فقط التي شكلت محور بناء المرشحات الأندلسية، وهي وصف الطبيعة والغزل بالمرأة والخمرة. في الفصل الثالث كان تجليات الرقة في موسيقى وإيقاع المرشحات، طبعا
الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية بالكثير من التفصيلات، وكان الفصل الأخير بعنوان تجليات الرقة في التركيب اللغوي للموشحات الأندلسية. تمام. يعني في الحقيقة ليس موضوع طرق الأبواب الموصدة بقدر هو أن نصنع فارقا. تماما. يعني نجد الكثير هناك من الأعمال الإبداعية، الأعمال التي تؤدي غرضا في مجال ما، ولكن يبقى هناك صنع الفارق. يعني قد يكون الموضوع مطروح، لكن هناك حالة، نقطة إبداعية إدهاشية تصنع دهشة، تصنع فارقا، هي التي يعول عليها أنها كانت يعني فارقا ومفترق لطرق من هذه الطرق طبعا دكتور، الكثيرة. حتى وإن كان الموضوع مطروق مسبقا، يبقى لكل باحث رؤيته، وجهة نظره، الزاوية التي ينظر من خلالها لهذه المادة بين يديه، أيضا يضيف إليها من خبرته، من شخصيته، من مخزونه الثقافي، من مخزونه الإنساني، من حبه لما يصنع. دوما أعول على قضية الحب، عندما نصنع ما نحب أكيد هو السبيل إلى الإبداع. وهذه النظرية طبقتها سواء عندما كنت طالبة أو عندما أصبحت معلمة وفيما بعد مدرسة، حتى عندما كنت أقوم بالمهمتين معا، وكانت مهمة شاقة أن تكون طالبا ومعلما في آن. أتذكر دكتور، في كثير من الأحيان وخاصة في الامتحان النصفي، أكون في القرية، امتحان طلاب في الساعة 8 صباحا، أستلم أوراق الامتحان وأذهب إلى كلية الأداب فحصي في الساعة 11 بنفس اليوم أو في الساعة 1. كانت مهمة شاقة جدا لكنها ممتعة. فدوما عندما نكون مدفوعين بالحب والشغف، لابد أننا سنبدع. لا شك. المحطة الأخيرة إن سمح لنا الوقت أو بما يسمح به الوقت، الخطاب في مقامات الحريري، وهو مبحث الدكتوراه. نعم، عنوان الدكتوراه. تمام، تمام أطروحة الدكتوراه. تمام دراسة ثقافية وجمالية. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا البحث؟ طبعا قد يتفاجأ البعض عن سبب هذه النقلة. قبل قليل كنت أتحدث عن حبي للأدب الأندلسي وعاشقة له. ما الذي دفعني للمضي إلى العصر العباسي؟ أنا لا أجد أي فارق بين العصرين، على العكس تماما، أجد هناك جسر ثقافي حضاري واصل ما بين بغداد، مقر الخلافة العباسية، وبين غرناطة، عاصمة الحضارة الأندلسية والدولة الأندلسية. حتى أن شعراء الأندلس وأدباؤها كانوا مفتونين، معجبين بالمشارقة، حتى أنهم سموا مدنهم بأسماء مشرقية، سموا شعراءهم بألقاب مستمدة من أسماء الشعراء المشارقة. وخير مثال على ذلك ربما كتاب ابن قتيبة، عيون الأخبار، الذي تأثر به ابن عبد ربي في كتاب العقد الفريد. إيماني الكامل بأن لا فرق بين العصرين هو ما دفعني إلى المضي إلى العصر العباسي. وربما هناك أيضا سبب شخصي، أن عائلتي تنحدر وهي منسوبة لأبي القاسم الحريري، صاحب مقامات الحريري. طبعا العصر العباسي هو عصر الحضارة العربية في أوجها، التي نالت في ذلك العصر مكانة لم نستطع أن نعم. نحققها حتى يومنا هذا. أسباب كثيرة مقامات الحريري تستحق الوقوف عندها. نتناول الخطاب فيها من وجهة نظر ثقافية وجمالية. تمام. هو التركيز على الجمال في الحقيقة، تماما. يعني لم تبتعدي كثيرا، وكما قلت هناك توجد يعني تقاطعات بين ضروب قد يعني يرى أنها مختلفة أو ربما غير ولكن متشابهة، المنبع واحد. ولكن في الحقيقة المنبع واحد. وتحدثت في بداية الحلقة عن يعني الانتقال من ضفة إلى ضفة، من ضفة التعليم للمراحل الأولى إلى التبحر في اللغة العربية وتعليمها للناشئة وللكبار، مع أن الرسالة التربوية اللغوية الأدبية لا تنفصل من عراها، هي رسالة واحدة ويعني تماما. ثابتة. ولكن كما قلت هناك مؤشر الجمال، يعني أن الدراسة الجمالية، ماذا يمكن أن ألخص؟ لو قلت لك لخصي لي جمال، لا أقول الأدب العباسي كي لا، كما قال أستاذك الدكتور، هذا يحتاج إلى يعني رسائل، في رسالتك على الأقل، يعني في دراستك للحريري، ما الخلاصة لو أردت أن تلخصي لنا كل ما درستي عنه بعبارة تعبر عن دراستك الثقافية الجمالية لأدبه؟ طبعا الحريري قدم فنا أدبيا لم يستطع الكثيرون الإبداع فيه،
وهو فن المقامة. نحن نعلم أن المقامة تحتاج إلى قدرات إبداعية لكاتبها. هي أصلا كانت ساحة لاستعراض القدرات اللغوية عند كتاب ومؤلفي المقامة. وحقيقة أن الحريري أبدع في هذا المجال، قدم لنا عددا كبيرا من المقامات استطعنا من خلالها أن نتعرف على طبيعة المجتمع العباسي في ذلك الوقت. كان انعكاسا للمجتمع العباسي على جميع الأصعدة، على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي والديني والأخلاقي، على صعيد العلاقات الاجتماعية بين الناس. العصر العباسي في أوجه وفي فترة انحداره، وأيضا كانت مرآة عكسنا من خلالها شخصية الحريري ومخزونه اللغوي وقدرته على الإبداع. جميل هذا الكلام، ونحن نكرر دائما سعادتنا أننا مع قامات إبداعية تعليمية انطلقت من التعليم لتدون اسمها أيضا في سجلات الإبداعي على اختلافها وعلى اختلاف مساحة الثقافة والفنون في المسرح وفي المشهد الثقافي. كل الشكر لحضورك معنا ريم محمد غسان الحريري، معلمة ومدرسة لمادة اللغة العربية في ثانوية الباسل للمتفوقين في حلب، ومبدعة في مجال الأبحاث، وصدر يعني نجم عن ذلك كتب اختصاصية في تعليم اللغة العربية، منها تعليم اللغة العربية لأطفال التوحد وغيرها من العنوانات التي لا شك أنها رفدت المكتبة العربية إلى جانب الأبحاث الجامعية المكتبة العربية تماما بكل ما هو جديد ومفيد. تماما، شكرا لك كل الشكر مرة لحضرتك أخرى. دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك وللسادة المشاهدين أيضا، ما زالت يعني السماء مليئة بالنجوم، وحسبنا أن نقطف لكم منها سلال نور تضيء مساحات وجودكم. على المحبة وعلى أمل اللقاء بكم من جديد، نودعكم، دمتم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.